Gerçek himayi, müthişi gerilayın azadiye, Hüseyin Gebrez, Beşi ve Kvadana Gerilla! Beşi تمارس في أراضينا القتل والتدمير والحرق والتهجير كل ذلك وسط صمت المنظمات الدولية والإنسانية فقد هجروا الآمنين وباتوا يعانون حر الصيف وبرد الشتاء كما أن المسيرة الاحتلالية لا زالت مستمرة على أراضينا ولا زال استهداف المدنيين وإيقاعهم ما بين شهداء وجرحى كل ذلك والمجتمع الدولي واقف يتفرج دون ما أي حراك نقولها لكم اليوم إلى المجتمع الدولي وإلى من يقف صامتا وإلى من يقف متفرجا صمتكم يقتلنا صمتكم يقتل نساءنا وأطفالنا فأين أنتم من استهداف النساء والأطفال أين أنتم من استهداف الأبرياء وتهجير المدنيين الآمنين قاتل أرضنا قاتل أرضنا